من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان للحديث عن هذا الموضوع. أهلا بك سيد رامي، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن عملية الاستهداف، الخسائر حتى الآن، وتفاصيل إضافية بشأن الجهة التي نفذت هذه العملية؟ نعم، صباح الخير. طبعا عند الساعة 9:30 تقريبا من صباح هذا اليوم وقرب مدينة البوكمال في معبر غير شرعي يستخدم من قبل إيران والميليشيات الموالية لإيران عبر السيارة من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي السورية. بعد عبورها بدقائق جرى استهدافها من قبل طائرة مسيرة، أدى الاستهداف إلى انفجار شديد في تلك المنطقة. السيارة التي عبرت أو الشاحنة كانت تقل ذخيرة، الأمر الذي أدى لحدوث دوي انفجار كبير في تلك المنطقة. 4 قتلى على الأقل مؤكدين إلى الآن كانوا في الشاحنة المستهدفة، وسيارة كانت ترافق هذه الشاحنة باستهداف الطائرة المسيرة المجهولة حتى اللحظة. ولكن على ما يبدو أن هناك ترصد للشحنات الإيرانية، هناك سيارات تعبر بشكل غير شرعي بشكل مستمر. لماذا تستهدف شاحنة بهذا التوقيت ولدى دخولها؟ هذا يدل بأن هناك معلومات لدى الجهة التي استهدفت، إن كانت التحالف الدولي أو كانت إسرائيل، بأن هناك لديهم معلومات بوجود ذخيرة داخل هذه الشاحنات. ولكن نسأل أيضا، هناك أسلحة تدخل بشكل مستمر، سواء الصواريخ التي دخلت إلى حزب الله العراقي وذهبت إلى شمال غرب مدينة دير الزور، أو الأسلحة دخلت إلى لواء فضائية. هل هناك تأكيدات بشأن مصدر والجهة التي ستصل إليها هذه الشحنة؟ لا نتحدث عن سيارة نقل خفيف، نتحدث عن شاحنة، ومن خلال حجم الانفجار وكمية القتلى دليل على أن الكمية كانت كبيرة من المتفجرات. لا، كنت أنا بطريقي للحديث، يعني نشرنا قبل أيام عن دخول شحنة لحزب الله العراقي صواريخ أرض قصيرة ومتوسط المدى تمركزت في شمال غرب مدينة دير الزور قبلها للواء فاطميون. هذه الشاحنة هي تذهب للميليشيات الموالية لإيران، ولكن السؤال، عندما نقول تكون إيران متمركزة في تلك المنطقة ولا تحارب داعش ولا نشهد حرب بين داعش وإيران، وهي فقط يعني تقوم بالتموضع في تلك المنطقة وشراء العقارات والتمركز في تلك المنطقة بشكل كبير جدا، ما هو الهدف الإيراني من إدخال كمية السلاح الكبيرة إلى داخل الأراضي السورية وتخزينها في تلك المنطقة من الأراضي السورية؟ هو هدف بعيد المدى لا نعلم، ولكن ما نعلمه بأن الطائرة المسيرة بشكل قطعي لديها معلومات استخباراتية عن وجود شحنة أسلحة بهذه الشحنة المدنية التي أدخلت من معبر غير شرعي. من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.